فضي يا ابني، حط البركه، حط البركه، جاي من البلد. لبن خالتك بعته لي من البلد. لبن. ايوه حطوا بقى ايه يغلي عشان نعمل رز بلبن. لا نعمل مهلبيه. ام علي مهلبيه. ام علي بصوا البوتاجاز، بصوا كده ازاي. نعمل ام علي. حط يا طب مهلبيه ولا نعمل ايه؟ ام علي. غير ام علي عشان اللبن نعمل فيه؟ عندي جوه. يبقى نعمل ام علي. عندك زبيب؟ عندي. يبقى نعمل ام علي. طب نعمل حبه ام علي وحبه مهلبيه. نعمل حبه مهلبيه. ماشي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. قبل ما نبدا نشوف هنعمل ازاي، طبعا زي ما شفتوا محمد ام علي ومهلبيه، وزي ما انت شفت. طيب عايزه افكركم بالمسابقه اللي انا عاملاها على القناه. اشتركوا في القنوات اللي موجوده في كلمه القنوات اللي جنب المنتدى عندي في القناه. هوري لكم دلوقتي هتجيبوها ازاي، في اخر الفيديو اقول لكم تجيبوها ازاي. دي حاجه. تاني حاجه، ما تنسوش تشتركوا في قناه محمد الجديده اللي انا حطاها في صندوق الوصف، وهثبت لكم اول تعليق بتاعها، تمام، بدل القناه بتاعته اللي اتقفلت. تمام، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونسيب اللبن يغلي اهو. وما كمان جت اهي، وبعد اللبن ما يغلي على طول نشوف هنعمل ايه. ابنك عايز ام علي. السلام عليكم. عايزه مهلبيه. ايش تعليق يا محمد؟ نعمل طلعي بقى كيس الملفيه اللي انت شايلاه عندك جوه. حاضر. ما تنسوش تشتركوا عند محمد. ايوه، قناه محمد الجديده هحط لكم اللينك في صندوق الوصف. هم هتعمل لك دعم مجانا اهو. دعم مجانا اهو. دعم مجانا اهو. لفا لفا لفا. امي روح قلبي تعالي. الطبق بتاعها وقع يا ماما. يعني نبدا بقى. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي نشا اهي، هقول لكم المعايير بالظبط قد ايه نشا، ودقيق وسكر. دي هتبقى مختلفه شويه عن اللي احنا بنعملها. وعندي كريمه اللي هي كريمه الخفق دي. وعندي كمان هنا دي حته قشطه اللي باقيه من وش اللبن اللي انا غليته اهو، بيدته في الثلاجه. انا بصراحه بيدتها لاني كسلت اعملها بصراحه. تمام. عندي هنا كمان شويه فانيليا، ممكن احط لها حته زبده كمان في الاخر. اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نجهز مع بعض ونشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احط نص كوبايه دقيق. اللهم صل على كامل النور. اهي وربع كوبايه نشا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهضيف عليهم اربع كوبايات لبن. بسم الله. قلبي يا ندى. بسم الله. اتنين، تلاتة، اربعة، اللي هو لتر حليب. بس ناقصه شويه، احط لهم حبه كمان، حبه صغيرين كمان بس كده. هدوبهم كويس قوي كده على البارد. بسم الله. مش عايزين فيه اي كلاكيع ولا دقيق ولا لبن ولا اي حاجه. طب يا صدفه لو انا عندي اللبن مغلي وسخن اعمل فيهم ايه؟ تدوبيهم في شويه ميه الاول، عشان لو حطيتهم على السخن هيكلكعوا منك. يلا بقى نحطهم على النار ونقعد نقلب على الدوباس. نقول بسم الله اهو. نقعد بقى نقلب على البوتاجاز كده. بسم الله. بصوا بدأت تتقل معانا ازاي. بصوا كل ما بتغلي على البوتاجاز وتسخن اكتر بتبدأ تتقل اكتر اهي. طبعا ايدنا فيها اول بأول عشان خاطر ما تخلصش معانا وتكلكع. اديها بقى حتة زبدة حلوة اهي، بتديها طعم رائع رائع رائع. انا بصراحة كنت بعملها من غير زبدة خالص، واحدة صاحبتي قالت لي جربيها بالزبدة، فلما جربتها بقت حلوة قوي قوي قوي. طبعا السكر بقى ده اختياري. انا هحط نص كوباية سكر. بسم الله. نص كوباية سكر اهي. نحط حبة فانيليا. بسم الله.
طبعا ناقص الكريم شانتيه والقشطه. الكريمة الخفق والقشطه ممكن نحط كريم شانتيه بتبقى حلوه برده بيها. بصوا حلوه قوي كده. هفضي بقى كريمة الخفق في طبق واخفقها الاول. خلاص بقى كده اهو، ندفع عليها بقى كفايه كده. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي. نيجي بقى هنا الناحيه دي. بسم الله، ادي طبق الكريمه بتاعتنا. وممكن نحط كريم شانتيه المتاح عندنا، تمام كده. وادي وادي القشطه كمان، وهضربهم بالهاند بلندر ده. بس هاخدهم بقى بعيد، هضربهم عشان خاطر الفيشه. بسم الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الطرطشه دي كلها؟ استنى اقول لكم على حاجه، هحط فيها حبه مهلبيه عشان يبقى الطبق مليان وتعرف تضرب براحتها. بسم الله. يبقى هنزله بعدين. خدت منها لحسه رائع رائع رائع. بسم الله. ممكن تقلبيه بمضرب يدوي، بس ده هيبقى اسرع واحسن، هيخليها مديها زي فوليوم شويه. نقول بسم الله. بصوا بقى، عايز اقول لكم قوامها فظيع وطعمها. انا خدت معلقه وهي سخنه كده، امال لما دبرت هتبقى ايه؟ هتبقى ايه يا ناس؟ عايز اقول لكم حلوه قوي قوي قوي. بسم الله، هعبيهم كلهم واحطها في التلاجه، بس هتبرد شويه. وبعد ما احطها في التلاجه على طول هروح ورا منها على طول نعمل ام علي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا المهلبيه كده وشلناها في التلاجه. عندي هنا ده الملفي اهو. بسم الله، ده احنا جايبينه جاهز كده. قطعه كله. ولا كبير قوي ولا صغير قوي. كفايه كده. طبعا ما بحطش مكسرات غير في الاخر خالص، خاطر لو حطها تطرى، فانا بحطها على الوش. انا عندي هنا اللبن. بسم الله. عندي السكر. احط شويه زبيب. اللبن بيغلي طبعا اهو، اهو شايفين. قلبه كويس قوي لحد اللبن لغايه السكر ما يدوب. هنا كده هو هيدوب بسرعه من السخونيه. كده لوز نشيله هيلا بيلا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هلاقي الزبيب في القعر، هينزل على الوش في الاخر، مش مشكله. بمعلقه بقى هنزل ده كله تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده بياخد لبن كتير جدا جدا جدا، بياخد لبن كتير فوق ما انتوا تتخيلوا. معالي والملفي ده بياخد لبن كتير قوي. اهو نركز كده اهو. خدت كل الكميه اللي عندي. احط بقى حبه الزبيب دول بالمره اهو. احسن حاجه الغلي الحليب الالومنيوم، ما بتعملش قشره تحت، التيفال بتعمل والجرانيت بتعمل.
نحطه بقى في الفرن غلوه واحده وكده نحمر وشه بس كده. ندخله بقى الفرن كده كده. حطيت المهلبيه في الثلاجه من شويه على ما اطحنها حبه مكسرات. هطحن لوز وهطحن فستق، ممكن اطحن فستق بس، هطحن شويه فستق بعد كده نكمل مع بعض. حبايب قلبي طلعت المهلبيه من الثلاجه، قعدت ساعه تقريبا. اديها بقى فستق على الوش او اي مكسرات احنا بنحبها. مش عايزين تحطوا ما تحطوش، مفيش اي مشكله، بس انا شخصيا من الناس اللي بتحب المكسرات على المهلبيه، وخصوصا الفستق او اللوز. اهو وطحنا حبه حلوين كده، مش احنا بنحبها كتير. ليه بدي اصور لك عشان تاخدي لقطه في المهلبيه. وادي يا حبايبي ام علي كمان اهي، عايزه اقول لكم ريحتها فظيعه. بص من جوه طريه ازاي. سخنه، انا شخصيا بحب ام علي سخنه. ناخد بقى معانا من المهلبيه. بسم الله. بص بقى القوام بتاعها، بصوا اقسم بالله احلى مهلبيه عملتها في حياتي. نخش بقى عند جيراننا هنا ونديهم، شوفوا يقولوا لنا ايه.